حاضر. ألم تؤثر فعلته في نفسك؟ أثر بالطبع، ولكن ما في القلب باقي كما هو. هل أستطيع أن أقتنع برغبتك القوية في المساعدة؟ سأفعل من أجله كل ما أستطيع. رغم أن شفاءه قد لا يكون ذا نفع لك، أعني أنه أفهم جيدا ما تعني. فأنا أريد أن أساعده من أجل نفسي، ليس من أجل نفسي. حسن جدا يا رجل، هذا ما كنت أريد أن أعرفه. والآن وبهذه الطريقة نستطيع أن نعمل على أساس متين من الرغبة المشتركة والثقة المتبادلة كي نصل إلى هدف واحد، أليس كذلك؟ أجل يا دكتور، إني على أتم الاستعداد لبذل كل جهد تطلبه في سبيلي. أنا لا أطلب منك جهدا، كل ما أريد هو أن تستريحي في مقعدك وتتحدثي. حدثيني بكل شيء، تكلمي بإسهاب، قولي ما شئت من الدقائق والتفاصيل والتفاهات دون أي مضايقة أو إثقال، فأنا مستمع جيد. وأنا أجد أحيانا في التفاصيل التافهة أشياء مهمة قد توصلنا إلى نتائج لم نكن ننتظرها. حدثيني عن كل خصام بينكما، وعن كل ما كان يضايقه، وعما تظنينه أدى إلى هذا الانفصال. التفكير في هذا يؤدي بي إلى الجنون، فإني لا أذكر أني فعلت شيئاً يضايقه، لا أذكر شيئاً. لا بس. رشيا هدئي من روعك وحدثيني من البداية أرجوك. اروي لي القصة بكاملها، كيف التقيتما وكيف تطور الأمر بينكما؟ تحدثي يا رجاء، تحدثي ولا تخشي شيئا. قبل أن أروي لك كيف التقينا وكيف توثقت عرى المحبة بيننا، أود أن أعطيك فكرة سريعة عمن أكون وكيف كنت أحيا قبل أن أصادف إبراهيم. كل أذان صاغية. كنا نعيش في بيتنا في منطقة جبيل، أنا وجدي في شبه عزلة عن العالم، فلقد فقدت أبوي وأنا طفلة صغيرة، ووجد في جدي العزاء الوحيد لابنته الراحلة، كنت
شديدة الشبه بأمي، فضمني إلى كنفه وتولى رعايتي وتربيتي حتى بدت كل شيء لديه في دنياه الخالية. فنشأت بالطبيعة مرهفة الحس، ميالة إلى الموسيقى والرسم. هل كان جدك يحب الموسيقى والرسم؟ كلا، كان يكره تلك الفنون، كان يراها عبثا لا طائل تحته ولا فائدة منه، وكان يجدها لهوا يصرف الإنسان عن حياة الجد والعمل. ولكي يضمن مستقبلي بدأ هو ينسج خيوطه ويبنيه حجرا حجرا، فاختار لي زوج المستقبل. عفوا، هل يمكنني أن أعرف من هو؟ هو ابن خالتي عبد الرحمن، حفيده الآخر وشريكي في إرث ثروته الكبيرة، ولقد علمه التعليم الذي يكفل له إدارة كل ذلك الثراء، وعوده الحياة الجافة الجادة، وهو الآخر ساعدته طبيعته على قبول تلك الحياة لأنه كان جافا وجادا لا يعرف سوى المال والأرض والأرقام والطعام. وهكذا ضمن جدي المحافظة على مخلفاته ونحن بينها. إن ميلك إلى الفنون يتناقض تماما مع جو الأسرة الجاف الذي نشأت فيه. ذلك الجو الجاف نشأت أشبه بزهرة طرية بين الصخور الصماء، يذيبني صوت حنون تنشيني نغمة حلوة وتؤرقني لفظة قاسية. ولم أملك إلا أن أجعل لنفسي وسط تلك الصحراء القاحلة واحدة صغيرة أتفيأ ظلالها وأنهل عبيرها وأن أشيد لروحي وسط ذلك الجو الصارم عالما حلوا صغيرا، كائنا في غرفتي المطلة على الحديقة، وكأني أتنفس عبير ورودها فتتجدد في الحياة. هل كان جدك يتعمل القسوة عليك من حين إلى آخر؟ حشاي أن أزعم أن هناك من كان يتعمد القسوة علي،
بل بالعكس، لقد كان الكل يحبني، ولكن بطريقتهم الجافة، وكان الكل يحاول إسعادي، ولكن بوسائلهم التي لم تكن تحمل إلي أي نوع من السعادة. هذا الجو يولد نوعا من العزلة بينك وبين الذين تعيشين معهم، فكيف كنت تنفسين عن أحلامك وأرائك؟ إنسانة واحدة هي التي كنت أجدها تستطيع فهمي وفهم تفكيري، ولا تتهمني بالجنون إذا شرد ذهني عند وقوفي لأرقب الغروب، أو دمعت عيناي وأنا أستمع إلى هديل بلبل أو نوح حمامة. تلك هي المربية زيدي التي قامت على تربيتي منذ طفولتي، وكانت أقرب إلى الأم منها إلى المربية. تصور، لقد كانت تتسلل من مخدعها في المساء لتجلس إلى جانبي، وأنا أسترق السماع في سكون الليل إلى الراديو، وهو يحمل إلي النغمات الحلوة الهادئة، وكانت هي الوحيدة أيضا التي تجلس لتحدثني عن أبي وعن أمي. كيف كانت حالتك العاطفية في تلك الفترة؟ لن أعرف الحب بعد، أو كنت أعرفه مجرد شعور أتوق إليه وأختزنه لفارس أحلام لم يبدي في الأفق بعد. كنت أحبه مجهولا، أتوهمه وأتوهم فيه رقة الأزهار المتناثرة حولي وعذوبة الألحان المنبعثة في أذني وجمال الشروق أو الغروب ولكن الممتد أمام ناظري. لكن هذا الخيال لا يتوافق أبدا مع طبيعة ابن خالتي. لم أحاول أبدا أن أربط بين زوجي المقبل الذي أعده لجدي وبين فارس أحلامي الذي أعددته أنا لنفسي، إذ لم يكن بينهما أقل شبه ولا أدنى صلة. ورويدا رويدا بدأت أوهامي عن فارس أحلامي تتركز في إنسان لم أره ولا أتوقع أن أراه.
إنسان لا أعرف شيئا من سماته، وإن كنت قد رسمتها في مخيلتي من ألحانه العجيبة التي سمعتها. شكرا يا سيدي لأنك أدرت الراديو. سيدي شكرتكم منذ لحظات لأنك أدرت الراديو، فهل تردين على الشكر بإغلاقه وحرماني من سماع هذه الألحان الحلوة؟ صدقيني لم ألمس الراديو مطلقا. إذن فهو معطل؟ لست أدري. ماذا؟ الراديو مغلق؟ إن أهم مصادر تكوين البحيرات الإيطالية كانت جبال الثلوج التي كانت منذ آلاف السنين تغطي أراضٍ كثيرة وتمتد حتى سهل نهر البو. موسيقى البيانو العذبة أتت إلي من ناحية البيت المشاور، وكنت أعرف أن البيت مهجور طوال الشتاء ولم يحل به أحد بعد، ولكني تذكرت أن عربة وقفت أمامه بالأمس، واستطعت أن ألمح بعض الأضواء تتسرب من النوافذ. عجبت أن يكون لساكني المنزل المجاور تلك الألحان العجيبة، وظننتها أتية من إحدى الموجات الأخرى للإذاعة، فأخذت أن أضبط الجهاز ولكن عبثا أخذت أنصت، وفجأة سمعت صوتا مزعجا يقطع علي متعة الاستماع. العشاء جاهز يا أستاذ إبراهيم، تفضل للأكل. كفى لعبا بالبيانو. حاضر حاضر يا عم مقبولي، سأترك البيانو وسأكف عن العزف. بل دعك من مقبولي واستمر في العزف. ومرت الليلة بعد الليلة وأنا أسمع الصوت العجيب دون أن أعرف صاحبه، وحاولت عبثا أن أميز شكله خلال النهار، وأخيرا لم أجد بدا إلا الاستعانة بسيدي، فأرسلتها تتنسم الأخبار علها تعرف شيئا. لا هو طويل ولا قصير،
متوسط الطول؟ أميل إلى أن يكون طويلاً، ثم لا هو أسمر ولا هو أشقر. إذن أخضر؟ كلا، حنطي اللون. ثم لا هو شاب صغير ولا هو عجوز كبير. إذن هو رجل ناضج؟ نعم، في حوالي 30 من عمره، ويتمتع بميزة فريدة. ما هي؟ إنه أعزب ويتمتع بعيب فريد أيضا، أنه لا يحب الزواج. لم أعرف موقفه من الزواج. إذن ما هو العيب الفريد؟ خادمه مدبولي، رجل عجيب غريب. لم تمض لحظات على تحية له حتى كان يكلمني وكأنه صديق قديم. أهو ثرثار؟ للغاية، ويحب النكتة. وفي لحظات أخبرني قصة حياته، وقال لي إنه أعزب، وإنه يقدس الحياة الزوجية، وإنه لا يحلم إلا بزوجة تملأ بيته حناناً وتنجب له أطفالاً. سيدي، أرسلتك لتعرفين شيئاً عن سيدي، فإذا بك تطلعينني على أخبار مدبولي. سيده اسمه مدبولي، عفواً سيدتي، اسمه إبراهيم محسن. وماذا بعد؟ الموسيقار المعروف. خبر قديم، وماذا بعد؟ لا شيء يغريه في الحياة إلا الموسيقى، الموسيقى ولا شيء سوى الموسيقى. وماذا بعد؟ يقضي معظم وقته في غرفته، يضع ألحانه ويؤلف موسيقى، يجلس إلى البيانو في مواجهة النافذة التي تطل على الحديقة. لقد كان الموسيقار نفسه هو فارس أحلامي وحبيب الروح الذي أختزن له مشاعري وأكنس حبي، ولا أظن من السهل أن تتوقع وقع المفاجأة علي عندما أبصر الأمنية التي ظننتها حلما مستحيلا، والإنسان الذي حسبته وهماً لا يتحقق قد بات مني قاب قوسين أو أدنى. استمري، استمري أرجوك، ولا تخفي عني شيئاً حتى التفاصيل الصغيرة، فمن وحي معلوماتك سوف أهتدي إلى الطريق الذي يؤدي إلى علاج إبراهيم وشفائه. استمري أرجوك. كنت قد سمعته ليلة ذاك وأنا من نشوتي في شبه غيبوبة، وقد لا أبالغ إذا قلت لك إني لم أذق النوم ليلتها إلا لماما. ما بك؟ بسيطة، إذا دلكتها لك ستشعرين بالراحة. لا شكرا، لقد شعرت بالراحة. أي. واضح واضح. ومن الذي يعزف إذن؟ لابد أنه مدبولي. مدبولي؟ إذن لست أنت؟ لا، لست أنا. إني أتكلم جادة. وأنا أيضا أتكلم جادا، لست أمزح. ولكن كيف لا تكون أنت الذي تعزف؟ لأنه لا يمكنني أن أكون واقفا أمامك وفي الوقت نفسه أعزف في الداخل. على أي حال ليس هذا وقت تحقيق، لابد أن أحضر لك رباطا لتربطين قدمك. لحظة. من المعقول أن
يكون مدبولي موسيقارا هو الآخر؟ لم تخبرني سيدي بذلك. إذا ربطت قدمك أخبرك وأقول لك من كان يعزف. أكان اللحن منبعثا من آلات التسجيل؟ طبعا، فمدبولي لا يملك هذه الموهبة. أهذا آخر لحن لك؟ لي أنا؟ أتعرفين من أنا؟ طبعا أعرف. واثقة أنت؟ إني أعرفك وأعرف كل لحن وضعته. أي صحيح أنا سارقة، لكني سارقة ألحان. إني كل ليلة أسترق السمع إليك. من حسن حظي أن تكون هناك أذن مرهفة تصغي إلى ألحاني. السر في حيرتك منذ بضعة أيام، وانتقالك من النافذة إلى الشرفة ومن الشرفة إلى النافذة. هل هدأ بالك الآن بعد أن رأيتي؟ هل استرحت؟ طبعا، لقد كنت أتمنى رؤيته منذ زمان. وماذا رأيت؟ هل رأيت به شيئا أكثر مما كان بسواه من الناس؟ كنت دائما أتخيله في صورة رائعة، ولكن ما رأيته فيه كان أروع. لا تستطيع أن تتصور مقدار رقته ولطفه. لقد خاف على قدمي ربما أكثر من خوفي عليها، وأسرع وأحضر لي هذا الرباط. إنه ليس كغيره من الناس. أنا لم أرى به شيئاً أكثر من الناس. إنه يمشي على قدميه ويهز يديه. لا يا سيدي، إنك لا ترينه جيداً. إن به شيئاً أفضل، شيئاً أسمى وأشمل. وماذا به؟ اسمع يا سيدي، ألم تشفي بالحب؟ الحب أجل جربته، وأسأل الله لك منه السلامة. لماذا؟ لأن أوله حلو وآخره علقم. هذا كل ما تعرفيه عنه؟ وماذا تعرفين أنت؟ هو واحة الذي يمشي في الصحراء، هو القمر الذي يطل ويشع بنوره في الليالي المعتمة، هو الشمس التي تذيب جليد القسوة والفراغ، هو أمل إنسان بلغ به اليأس أشده، هو نظرة طفل طموح، هو تعلق أم بابنها وتعلق إنسان بأرضه، هو ارتفاع بالإنسان من الحضيض إلى القمة، هو الرحلة الممتعة من التعب إلى الراحة، هو الحلم الذي يسافر بالناس إلى الخير والحق والجمال. هل فهمت ما هو الحب؟ لم أفهم شيئاً. أتقولين كلاماً مثل الذي تقرأينه في الكتب ثم تسألين إلى إذا كنت قد فهمت؟ لا يا سيدي، لم أقل لك كلاماً قرأته في الكتب.
إنما شعر أحسسته في القلوب. أنا أعرف الحب من أين؟ يا سيدي حرام عليك، الحب شيء أسمى من الأفكار السطحية والمظاهر البدائية. افهمي الحب، الحب كما تفهمينه، المهم أنك وقعتي والإصابة لم تصب قدمك بل أصابت قلبك، فلتكن العواقب سليمة لأن السهام سريعة وحامية. الظاهر أنك لا تعرفين شيئا، إن الإصابة قديمة يا سيدي، لقد أحببته قبل أن أراه، ثم أحببته أكثر بعد أن سمعت ألحانه، كانت أنغامه تطير بي إلى عالم آخر. أجل، كنت أعيش معه أكثر مما أعيش معكم. هكذا ولم أكن أنا أعلم ذلك. هل تدرين ماذا أحسست عندما أنبأتني أنه هو نفسه الذي يسكن بجوارنا؟ بماذا؟ أحسست أحساس الذي يطوق إلى الماء ولا يجد إليه سبيلا، وفجأة يجد أن النهر قد جاء إليه. أحسست أني حصلت من الحياة على أقصى ما أريد، وقلت لنفسي إن من الجحود أن أتمنى شيئا بعد ذلك. اسمعي سيدتي راجية، الظاهر أن الصدمة لم تصب قدمك ولا قلبك بل أصابت عقلك. أمتأكدة أنت أنك في تمام وعيك؟ هذا الحديث لا يقولوه إلا الشعراء أو المجانين أو المحبين، وأنا أحب يا سيدي، أحب. سلامتك من الحب، أدعو أن يكون لمن يكرهونك. لماذا؟ لأني أخشى عليك من هذا الحب، أعني من هذا الحب بالذات. أمجنونة أنت؟ تخشين علي من الحياة؟ من الأمل؟ لا يا سيدتي لا، أخشى عليك من ضياع الأمل، أخشى عليك من فقد الحياة، هذا شيء لا فائدة منه. أنت تعلمين أنك مخطوبة. لست مخطوبة. شبه مخطوبة. ولا هذا أيضا. أنت تعرفين جيدا أن جدك وطد عزمه على أن يزوجك من ابن خالتك، إنه ليس هناك قوة تستطيع زحزحته عن رأيه. أعرف ذلك، ولكن ولكن ماذا؟ هل أنت واثقة أن الطرف الآخر خال؟ أنت قلت لي بأنه أعزب. صحيح، لكن من يدري؟ ألا يعقل أن يكون مشغولا بغيرك؟ فلماذا تعلقين نفسك بأمل لا طائل تحته ولا فائدة ترتج منه؟ صحيح، لماذا لم أفكر في هذا من قبل؟ سيدتي اسألي مجربة ولا تسألي حكيمة. لا يا سيدي، كل هذا لا قيمة له عندي، إنها عقبات لا دخل لي بها، إنها لا تقع في طريقي ولا تمنع عني رجاء ولا تخيب أملا. إن كل ما آمل فيه هو أن أراه عن بعد أو أسمعه وهو يعزف. إني لا أطمع حتى في أن يحس بي أو يسأل عني. فليحفظك الله
الشرور. ومضت أيام وأنا قانعة راضية، كل ما أطمع فيه هو سماع ألحاني واختلاس النظر إليه أو إشارة سلام وإماءة تحية كلما التقت الأبصار. واضح من روايتك أنك كنت تشعرين بالسعادة، ألم تؤثر خطبتك من ابن خالتك على سعادتك؟ لم يؤثر على سعادتي أني شبه مخطوبة وأني مقيدة إلى إنسان آخر، لأن مطامعي لم تكن تصل إلى أكثر من مجرد الرغبة في سماعه أو رؤيته، ولم أكن أتخيل أبدا احتمال حدوث أي نوع من الصلات بيني وبينه، وبالتالي لم أجد أن ذلك الارتباط قد حال بيني وبين شيء أطمع فيه. إذا كنت تعيشين في تلك الفترة حالة نفسية مزدوجة. أجل، كنت أعيش حياتين، الحياة الآلية الصماء التي أقضيها مع جدي وابن خالتي، والتي لا يسعني سوى أن أقبل كل ما فيها برضاء شكلي، والحياة الأخرى المرهفة الذائبة التي أقضيها في الشرف عندما يخيم الظلام ويبدأ النسيم يحمل إلي ألحانا. وهكذا ظللت قانعة بالصلة الروحية الموسيقية حتى بدرت منه أول بادرة حركت مطامعي وجعلت القلب يتوق إلى أكثر مما كان يقنع بي. جاء مدبولي قبل حين. وماذا يريد؟ قد أرسله إبراهيم ليسأل عن صحتك وعن قدمك، فقلت له أنك بخير. أما قلت لك أنه لطيف؟ نعم نعم، الله يسترنا من هاللطف. وأين مدبولي الآن؟ تحت نافذة المطبخ. قولي له أن يرد السلام إلى إبراهيم وأن يسأله أن يعزف الليلة اللحن الذي كان يعزفه أول ليلة أتى فيها إلى شبيل. إذن أنت قمت بالمبادرة الأولى. في الواقع لم يكن اللحن ذاته هو ما أريد، ولكني كنت أود أن أسأله مطلبا، وأردت أن أشعره أنه يفعل من أجلي شيئا. وفي تلك الليلة كنت أجلس على مقعد في الشرفة وقد أرخيت رأسي على حافته، ورحت من شرودي في شبه إخفاء أسترق السمع إلى اللحن الذي يسري في سكون الليل. جدي،